بصفوف غير مكتملة وآمال كبيرة في استكمال بدايته القوية هذا الموسم، استضاف بشكتاش التركي فريق نابولي الذي يطمح للثأر من هزيمة لقاء الذهاب والبقاء في صدارة المجموعة الثانية. بعد انطلاق صافرة اللقاء بدقيقتين، شن الفريق الإيطالي هجوما خاطفا على مرمى بشكتاش عبر الجبهة الدولية الجزائري فوزي غلام. صاحب الأرض أيضا كانت له غاراته الهجومية عبر الكاميروني أبو بكر فونسو الذي عركل كوليبالي في هذه الهجمة. عند الدقيقة 11 أهدر جابياديني فرصة إحراز هدف التقدم لنابولي. في المقابل ضيع لاعب بشكتاش هوتشنسون إمكانية التسجيل في مرمى نابولي بتسديده بهذه الكرة في القائم. في الشوط الثاني توالت الهجمات الإيطالية على مرمى الفريق التركي، وكاد كيخون يسجل لكنه صوب الكرة بهذا الشكل الغريب. سيطرة نابولي على مجريات الأمور أعطت الانطباع بأن اللقاء يجري على ملعب سان باولو بإيطاليا. ومع اشتداد وقع الهجمات الإيطالية عاد بشكتاش للقاء محاولا اختراق دفاع فريق الجنوب الإيطالي، إلى أن تحصل على ركلة جزاء بحلول الدقيقة 78 نفذها البرتغالي ريكاردو كواريشما بنجاح. بعدها بثلاث دقائق يصوب قائد نابولي ماريك هامشيك بقوة على مرمى بشكتاش ليحقق التعادل. حاول نابولي جاهدا فيما تبقى من اللقاء، لكن حكم المباراة الإنجليزي مارك كلاتنبرغ أعلن نهاية المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.